مساء الفل عليكم. دلوقتي في الفيديو ده هاخدكم في جوله حوالين اسكندريه كلها، هنبص على الشواطئ كلها ونلف ونشوف كل معالم اسكندريه، وكل ده ب 15 جنيه بس. ازاي؟ تابع الفيديو ده عشان تعرف. بما ان طبعا الكوفيد والكورونا والكلام ده كله مش عارفين نسافر ولا نروح ولا نيجي والدول قافله، فالواحد هيحاول يبسط نفسه ويتفسح باللي موجود حواليه وبالمتاح. وعلى فكره احيانا مش لازم يعني تلف وتسافر بعيد قوي علشان تنبسط او تتفسح او تشوف حاجات جديده، بالعكس ممكن يبقى في حاجات جنبك وقريبه منك في منتهى الجمال، بس انت بس عمرك ما خدت بالك منها. طب نجروا بقى يا جماعه عشان نلحقوه، عشان هو طالع خلاص. يلا عشان نلحقوه. هو ده. لو عايز تلف اسكندريه كلها ب 15 جنيه بس وبسرعه جدا، هو ده الحل الامثل. ودلوقتي هنشوف تفاصيله ايه ومعلومات عنه كتير، حاجات مهمه جدا لازم تعرفها لو عايز تركب اتوبيس ده. ف يلا بينا نركب ونشوف الدنيا جوه ماشيه ازاي. الحمد لله لحقناه يعني على اخر لحظه. عموما هو الموضوع مش مشكله يعني، وكده كده كل حوالي 30 دقيقه بيطلع واحد جديد، بس احنا قلنا ايه نستغل لحظه غروب الشمس. يعني دلوقتي الساعه كام دلوقتي؟ ثانيه الساعه دلوقتي 4:40 دقيقه، يعني 5:45، وده افضل وقت ان انت تركب فيه اتوبيس ده عشان تستمتع بغروب الشمس. اول حاجه على الاتوبيس ده طبعا هو ب 15 جنيه هتلف اسكندريه كلها. بسرعه كده شويه معلومات لازم تعرفهم على الاتوبيس ده. اولا الاتوبيس ده بيبدا من المعموره، بيوصل تقريبا لحد المنشيه وبيرجع تاني، بس احسن حاجه يعني وجهه نظري ان انت تاخد الاتوبيس ده من المعموره علشان يبقى انت ناحيتك ناحيه البحر وتقدر تتمتع بالمناظر ناحيه البحر وكده، بدل ما تبقى في الناحيه الثانيه، وبالتالي هتبقى بعيد عن البحر شويه وفي عربيات بينك وبين البحر، فما اعتقدش هتبقى مبسوط قوي يعني. دي اول حاجه. ثاني حاجه بس حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، الاتوبيس اصلا بدايته من المعموره، فعلشان تدخل تاخده من اول محطه ليه لازم تدفع تذكره المعموره اللي هي 20 جنيه، فانت هتدفع 20 جنيه للمعموره و15 جنيه للاتوبيس. لو مش عايز تدفع بقى 20 جنيه للمعموره هتركب من فوق، هتركب من عند المنتزه زي ما احنا ركبنا كده، علشان يعني هي كده كده 10 دقائق تقريبا بس في المنتزه، فمش هتفرق انت تدفع لهم 20 جنيه زياده يعني. بس برضو لو حابب تتفسح فدي هتبقى حاجه جميله، لانه هيلف فيك المنتزه كله من جوه حدائق المنتزه وكده، فخلي بالك من النقطه دي. جدا مش مصريه يعني، في جروب كبير جدا مش مصريين، وبرده حاجه كويسه جدا التذكره سعرها 15 جنيه للمصري والغير مصري لكل الناس، سعرها 15 جنيه عادي جدا من غير اي حاجه. الجو دلوقتي بقى تحفه يعني، روعه جدا قبل الغروب بحاجات بسيطه، والجو حلو ونسمه هواء جميله،
والبحر شكله في منتهى الجمال حقيقي، يعني تجربة جميلة جدا. الراجل بره بيقول لي نايس ويلكم تو ايجيبت، فكرنا اجانب ولا ايه؟ هو كمني يعني عيني خضرا بقى وشعر اصفر وبتاع. يا جماعه مشكله كبيره بواجهها في مصر والله. الشمس دي حركة خطيرة جدا، وان تحت لو الكاميرا وقعت هتكسر خلاص. الشمس دلوقتي خلاص بتغرب والجو بقى في منتهى الجمال، هواء شمس وبحر، مفيش احسن من كده يا جماعة، مفيش احسن من كده بجد. احنا كده نزلنا خلاص، نزلنا في محطة الرمل، التوبيس لسه مكمل بس احنا خلاص خدنا اللقطات اللي احنا عايزينها وصورنا المناظر اللي احنا عايزينها. هو هيكمل شوية كمان بس الحتة دي هتبقى زحمة، وكمان خلاص الدنيا بتضلم، فاحنا قلنا خلاص. قعدنا حوالي ساعة في الاتوبيس، الرحلة دي خدت ساعة بس، بصراحة حاجة في منتهى الجمال. انا مش عارف ازاي احنا اصلا عايشين في اسكندرية وما جربناش الموضوع ده، دي أول مرة أجرب الاتوبيس ده، بصراحه انبسطت جدا. فزي ما قلت لكم قبل كده، مش لازم تسافروا بعيد ومش لازم تلفوا علشان تنبسطوا، ولكن ممكن تلاقوا حاجات حواليكم تفرحكم قوي.
رخيصه وقريبه، بس انتوا مش واخدين بالكم منها عشان هي بس قريبه شويه. ف انبسطوا باللي موجود. ان شاء الله انا هلف مصر كلها واصور في مصر كلها، وبعد مصر هلف العالم كله باذن الله دوله دوله. يا دوب احنا بنبدا، فدعمكم مهم جدا. لايك واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ويلا سلام.